موجز الأخبار من ABC نيوز عربية، أهلا بكم. بينهم رؤساء لجان نيابية. ABC عربية تنفرد بإعلان أسماء 158 عضوا في مجلس النواب لم يكشفوا عن ذممهم المالية. النفط النيابية تحذر عبر ABC عربية من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على إيرادات العراق المالية، وتشير لاحتمالية إلغاء بعض المشاريع الاستثمارية في موازنة 2023. وزارة الكهرباء تعزو من خلال ABC عربية أسباب عدم المباشرة بمشاريع الطاقة الإنتاجية إلى عدم إقرار الموازنة، وتبين أن الربط مع الأردن سيدخل حيز التنفيذ خلال تموز المقبل. نقابة الصيادلة تشكك عبر ABC عربية بإمكانية تحديد أسعار الدواء في الصيدليات الأهلية، وتشير إلى أن معالجة هذه الأزمة يتطلب وضع سعر صرف خاص لاستيراد العلاجات بالدولار. بقيمة بلغت 5 ملايين دولار، اتحاد الكرة العراقي يؤكد لABC عربية توقيعه لعقد استشاري مع رابطة الليغا الإسبانية من أجل إعداد كوادر تدير دوري المحترفين خلال الموسم المقبل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.